عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد، حلقة جديدة من قناتكم شروحات سهلة. والنهاردة هنقدم لكم ازاي تقدروا تقيسوا سرعة النت الحقيقية بالظبط عن طريق جهاز الكمبيوتر. وطبعا الشرح ده محتاج ويندوز 8.1 او ويندوز 10. خلينا نبدأ في الشرح. واول حاجة نخش على قائمة الستارت، بعد كده نخش على المتجر الستور، بعد كده هنكتب نت وورك. تمام، مش لازم نكمل يعني اسم البرنامج، نكتب نتورك هيظهر لنا نتورك سبيد تيست. تمام، هنخش عليه، هتكمل هنا ايه انستول. تمام، بعد كده في المتجر خالص، بعد ما ينزل هيظهر لنا في قائمة ستارت، هيظهر لنا في قائمة ستارت، فين في قائمة ستارت. تمام، اهو البرنامج عاملين ستارت. تمام، هو هيقيس دلوقتي سرعة النت، وعلى فكرة سرعة النت دي حقيقية 100%. بيقول لي سرعتي، انا مشترك في السرعة 5 ميجا بتاعت اي داتا. تمام، هو دلوقتي واصل لي 4 ميجا وربع اقول مثلا، وهو كده دي سرعة النت ودي سرعة التحميل. يا رب يكون فاتكو الشرح ده، يا تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا زر اللايك، تضغطوا على زر اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.